بقى نكمل حديثنا ازاي بقى تطور الحسن بن الهيثم في شبابه، وايه اللي خلاه مختلف اختلاف كبير جدا عن باقي اقرانه. هو طبعا الحسن بن الهيثم قلنا في طفولته كان نابغه، وكان كل يشير عليه اهل البصره هذا نابغه اهل البصره. هو طفل يعني دايما يعني قاعد تحت شجره بيكتب يتعلم، يذهب الى معلميه، هو الذي يطلبهم ويذهب اليهم ويلح عليهم في تعلمه. لما اصبح شاب وكان ليه نظريات وهو صغير في موضوع الايه الحياه البصريه دي، اصبح هو شاب فتوظف بقى في ايه في ديوان الامير البصري. وكان طبعا خطه الجميل مع حسن تدبيره مع حسن نظامه كان مميز حتى في وسط الموظفين واصدقاء اللي هم كانوا معاه في طفولته. لما بدا بقى ايه يبقى هو معاهم في هذا المجال، وطبعا كان هو طبعا هذا الاطار الوظيفي دائما يكثر فيه النميمه والغيبه والمؤامرات والدسائس، وهو كان لا يشاركهم في هذا الامر. فكلهم حنقوا عليه، يعني كل زمايله في الوظيفه يعني انت مش بتشاركنا ليه؟ يعني لا بنقول غيبه بتشارك معانا، ولا نميمه بتشارك معانا، ولا حتى مؤامره بتشارك معانا، ولا حتى اشاعه بتروج معانا. فطبعا بداوا يتربصوا به. طبعا هو بالنسبه لهم هيبقى شخص منبوذ، لان اللي بيعملوه ده من وجهه نظرهم ده الشكلي المنطقي او السائد عندنا، او دي طريقه التعامل او طبيعه العيال. فانت كده انت نافر مننا ليه يعني؟ طبعا هو طبعا ما كانش نافر منهم اكتر من هو كان يعني يؤدي وظيفته، حتى وقت الوظيفه يؤديها على اكمل ما يكون. ثم عندما يعود الى منزله يبدا بقى ايه في البحث والتعلم والعلم، فكانش فاضي اصلا لهذه المهترات. فاوشوا به الى امير البصرة. طب او شو بيها ازاي؟ قالوا ده وحش المتعالي علينا. لا مش امر كده، هو كان طبعا مهندس، كان يعتبر مهندس البصرة. يعود اليه معظم مباني اهل البصرة، كان اي واحد عايز يبني مبنى يسأل الحسن البصري الحسن بن هيثم يقول له ايه، يقول له انشئ لنا ارسم لنا رسمة البيت، فيرسم لهم رسمة البيت فيقوم العمال بايه بهذا الانشاء. اصبحت منازل البصرة يقال له هذا منزل رسمه الحسن بن الهيثم، يشار الى مباني معينه كده. يعني هو تخصصه ما كانش شيخ ايمن في علوم الطب او الفيزياء فقط، لا في الهندسه كمان، في الهندسه والرياضه. لدرجه حتى لما هم اوشوا بيه الامير عملوا له ايه؟ قالوا قال اريد ان ابني قصرا يليق بالامير. قالوا والله هم دول زمايله، قالوا والله ما هناك ابرع من الحسن بن الهيثم، مهندس ورياضي. طبعا عايزين يشغلوه عن علمه عن طلبه من باب النكايه فيه. فراح طلبه الامير، قال انه اريد ان اصنع قصرا، قال ارسمه لك واعطيه للبنائين يبنون. قال اتتعالى علي يا ابن الهيثم؟ انا بقول لك انت هتشرف على قصري، تتعالى علي؟ قال ما تعالي، ولكن هذه اعمال يقوم به البنائين، يعني ما يقومش بها انا مهندس. ده مش شغلي او مش تخصصي. انا مهندس. يعني دي يقوم بها هو كان عايزه يبنيه بايده هو، مش بايده يشرف عليه. اطلع دي، ابني دي، حط دي. طبعا ينشغل تماما عن طلب العلم، ينشغل تماما عن وظائفه، يصبح هو همه بناء هذا القصر. فطبعا هو ما رضيش بهذا الامر، فراح هدده بقى لهذا الامير، قال والله لئن لم تبني وتشرف على هذا القصر الذي انت رسمته لنكلن بك ولاتهمنك بالزندقه. كان يعني الزندقه كان منتشر في العراق في هذا الوقت. كانت صبه، يعني طبعا الزندقه اللي هم طبعا ايه اللي هو زي اللادينيين وزي يعني شامله كل انواع الكفر، كل انواع الكفر يعني. فطبعا فقال امهلني، جيب الليل. راح جمع، كان عنده امه خادمه اسمها ريحانه وخادم اسمه عدنان. قال لهم انا اسلم عليهم بالليل، واخذ بعضه ايه وراح هرب الى بغداد. هرب الى بغداد هروبا من هذا الامير. ثم تتبعه طبعا، قال بقى مش حدش عرفني في بغداد. تتبعه هذا الامير البصري حتى علم انه في بغداد، فبعد بقى ايه يحرض عليه امير بغداد. فعلم ثم هرب من بغداد الى الشام.